يبقى عندي صدور دجاج وبروكلي جبنة. صدور دجاج وبروكلي وجبنة موتزاريلا بابريكا مرق بصل وتوم وزعتر كزبرة خضرة زيت زيتون ملح وفلفل. نجيب البصلاية دي ادي الفراخ بتاعتي اهي شوية توم ومستردة اهو كده اهو شوية بابريكا وتعالوا نشوفوا مع بعض عملنا البروكلي ازاي. كده حطينا البروكلي بعد ما سلقناه ادي الفراخ بتاعتي ده البروكلي بتاعي اهو في الفرن.